رحمتكم. صوت لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة وبسرحال السيكفوري والمخرج رودريغ نمنم. العناوين: ماكرون بقى البحص وبهدل المسؤولين اللبنانيين. حزب الله لا يستطيع أن يعتقد أنه أقوى مما هو عليه، وهو عليه أن يظهر ويبرهن أنه يحترم لبنان، ولكن في هذه الأيام الأخيرة أظهر بوضوح العكس. اتفاق فرنسي سعودي على حل الأزمة عبر الحرير حسب روسيا اليوم. إقفال طرقات ليلا ودعوات إلى يوم غد. 7 وفيات و1012 إصابة جديدة بكورونا. والبزر لإذاعتنا: طلاب لبنان يدفعون ثمن تردد الحكومة بالحسم التربوي أو عدم الاستعداد التربوي الجيد برغم وجود الفيروس معنا. أنا أعلن مش مهاجر على بلد تاني. جويري موكارزيل جي أنفي. كما عن قرب يوم كان في بيروت، كذلك عن بعد من باريس أمس، لم يوفر الرئيس الفرنسي أحدا من الطبقة السياسية إلا وعراه، بدءا من الرأس وصولا إلى حزب الله وما بينهما من رؤوس، مسميا بالاسم رئيسا من كل طائفة، مع حزب الله كمنتج إيراني يجب أن يتحول من سلاح خارجي إلى حزب سياسي أسوة بسواه. الرئيس ماكرون الذي بقى البحصة أمس لم يعد وسيطا، بل انتقل إلى لعب دور آخر، دور مصفي التفليس اللبنانية ونشر كل المعلومات حولها، مستخدما التعرية الكاملة وواثقا بأن لبنان قادر على النهوض، وهذه مسؤولية أخرى يحملها للطبقة السياسية، فهل تخطئ مرة ثانية بحق لبنان؟ اللبنانيون اشتاقوا إلى كلام لبناني ينزل من مسؤول لبناني بصدقية وشفافية وحتى بإباحية، بمعنى عدم ترك ستر مغطى، إلا أن الكلام جاء مرة جديدة من الرئيس الفرنسي الذي نزل بهدل بالمسؤولين الذين خانوا الوطن وخانوا شعبهم وتركوا لبنان واللبنانيين في وضع حريق مالي وغريق في البحار وتائه في الطرقات بحثا عن لقمة عيش. الرئيس ماكرون سمى الأشياء بأسمائها: طوائف وفسادا ومصالح قيادات وعائلاتهم وفريقهم، وسمى الأشخاص بأسمائها.